المهرجان عسل وصنوبر، رحيق جبل الريحان. هالمهرجان هو الأول باتحاد بلديات جبل الريحان بمنطقة الريحان اللي هي قضاء جزين. جزين والريحان منطقة واحدة، نحن منتفاعل مع المنطقة ومع أهالي المنطقة الموجودين بين جبل الريحان وجزين، خاصة نحن ننتمي إلى قضاء جزين. وفي قواسم مشتركة كبيرة منحاول نحن ننميها بين هالمنطقتين. اليوم قمنا بهذا المهرجان اللي هو الأول، والمشاركة مثل ما حضرتكم شفتوا في ممثلين عن منطقة جزين موجودين معنا اليوم. نحن الصبح كمان كنا كمان بضيافتهم بجزين. هذا المهرجان يهدف إلى تثبيت الناس بأرضها. خلال الحرب صار في نزوح الناس إلى المدينة، والوضع السيء بالمدينة، العيش بالمدينة خاصة ببيروت، عم نحاول نحن نسعى لأهل المنطقة يرجعوا يسكنوا بأرضهم. نحن اليوم نحن موجودين بباحة مغارة الريحان اللي هي أهم معالم سياحية بلبنان. حبينا نستفيد من هذا الموقع ونعرف الناس على مغارة الريحان. دعينا الناس من مختلف المناطق اللبنانية اللي هلأ رح تشوفوها شرفتنا، بتعرف على مغارة، بتتعرف على طبيعتنا، بتتعرف على ناس هالمنطقة. أهلا وسهلا بكم معالي الوزير الحاج محمود الماضي. اليوم مسانا رح يكون مختلف. مسانا اليوم مسا جبلي، مسانا اليوم مسا الشموخ والصمود والتحدي، مسا الطبيعة الخلابة والجو الرائع. وبأرضي ومن أرضي جمعت الخيرات، طبعا هي جهاد البناء، فبورك جهادك يا جهاد البناء. والكلمة لمدير مديرية الجنوب في جهاد البناء المهندس قاسم حسن. المهرجان اليوم طبعا هيتضمن سلسلة هذا ضمن هذه الخطة لإحياء هذا الأرض. العسل والصنوبر سميناه عسل وصنوبر عشان المنطقة هي أصلا صنوبر، بس نحكي صنوبر بلبنان عم نحكي منطقة جزين والريحان، وهذه عنفوان الله. وإن شاء الله هذه السنة مقدمة للسنوات الجاية لحتى نطور هذا القطاع، والخطة اللي حطها الاتحاد إن شاء الله لعارف ما ترمم ما اللي صار بالمرامل، هنرجع نزرع أحسن من مكان إن شاء الله. سمحت لأبي نرعب. والنحل نحلنا هون كمان نحل جبل الريحان، نحل السنديان ونحل الشوك ونحل الفيقوع ونحل الشوك اللي أطيب أنواع العسل هينتجها، والسنديان هذه الأرض بدنا نرجع نحييها. بهذا المهرجان حاولنا سلسلة نشاطات حتى نرجع هذه الأحياء، والنشاطات اللي عملناها لكل الأجيال. نحن اليوم عندنا بعد هذا النشاط إن شاء الله بتشرفونا اجتماع للنحالين، كبار النحالين وصغارنا وكلنا عم نقعد نناقش سوا كيف نطور هذا القطاع. في عنا بحضور نقابة النحالين بالجنوب هذا المهرجان عم يقوموا، والندوة عم يكون مع النقابة حتى نعالج وين في نقاط الخلل، وين فينا نعالج ونطور هذا القطاع. وهلا بحضور معالي الوزير نحن بنطالب ونشد على ايده يكون سند لنا بمجلس الوزراء لنطور هذا القطاع، عشان الملف بوزارة الزراعة مع الأسف الشديد صفر بهذا، بده دعم. الله حضور معاليك وبالمجلس الوزراء ان شاء الله بتساعدنا حتى نطور هذا القطاع، ان كان من ناحيه المراعي او ان كان من ناحيه الخدمات اللي عم ترعاها الوزاره لهذا القطاع. لقاء اردناه مع مؤسسه جهاد البناء ونقابه النحالين في الجنوب لتاكيد رمزيه ما تتميز به هذه المنطقه، ولتشجيع هذا الانتاج ودعم زراعته والاهتمام بقطاعه، لأننا نعرف أهمية جودته وفرادة مذاقه، وتأكيدا منا على أهمية الطبيعة والمحافظة عليها، لأننا نعيش في منطقة جمالها وقدرتها وصنوبرها الشاهق الذي يمتد ليجعلك تراه وكأنه يلامس السماء هي بلا شك أمانة، وعلينا أن نحفظها ونرعاها ونهتم بها، يد واحدة لا تصفق، مع جهات البناء، مع البلديات، مع الجمعيات،
مع الإخوة الحضور، مع أهالي المنطقة، مع معالي الوزير، مع جمعية النحالين أكيد، مع الإخلاص أولاً وأولاً وأولاً وأخيراً الإخلاص، نستمر لإعطاء هذا المجال حقه. وأخيراً من روعة هذا المكان الذي نجتمع فيه ومن تفاصيل هذه المغارة الجميلة التي خططها يد الرحمن بفن وإبداع، أشكركم وسنبقى معاً ننسج خيوطاً مليئة بالنجاح والتميز لخدمة هذه المنطقة، وهذا واجب محبب إلينا. شكراً وكل عام وأنتم بخير. نريد أن نبني، نريد أن ننتج، نريد أن ننظف الإدارة اللبنانية من الهدر ومن السرقة، وأن نخرج لبنان من مرحلة المنهوبية، لأن لبنان منهوب. لبنان ليس فقيراً ولبنان ليس عاجزاً، واقتصاد لبنان يمكن أن يقف على رجليه لولا الهدر والفساد والنهب والسرقة اللي موجود بهذا البلد كنا نحن بخير. فعندما يريد حزب الله أن يعطي صورة مشرقة، يعطي صورة مشرقة عن الإدارة، ويعطي صورة مشرقة عن مكافحة الفساد ومواجهة السارقين ومواجهة النهب، تأتي أمريكا لتتدخل، قال وتصنفنا إرهاب. على كل حال، لا يهمنا التصنيف الأمريكي ولا يهمنا مع من يقف مع أمريكا في العالم. وقفوا في تموز 2006، وقف كل العالم ضدنا، وكانت حرب كونية ضدنا، والحمد لله بفضل الله وقف الله معنا وانتصرنا انتصارا إلهيا على كل قوى الظلام وقوى الطاغوت في العالم. الحمد لله نحن مستمرون في مشروعنا، ومستمرون في تنميتنا، ومستمرون في جميع جوانب حياتنا، من هنا من هذه المغارة، مغارة السياحة، ومن هنا من صنوبر هذه المنطقة، ومن عسل هذه المنطقة، ومن زيتون هذه المنطقة، ومن زيت هذه المنطقة. من هنا نؤكد أننا ماضون في طريقنا مقاومة وحبا وانفتاحا وإنتاجا وعيشا مشتركا وعيشا واحدا وتفاهما واستقرارا، وإلى مزيد من الانتصارات إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، محمد شيخك على المتحف ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، بنيتنا ان شاء الله تجي على المتحف. ما بدنا نكتر وعود، ولكن نقدر نقول انه هذا الموضوع بالذات من تشجيع الزراعه لتشجيع المونه وانتاج المونه الاهليه والبلديه، كل هذه الامور هي محل اهتمام عنا. ووزارة الزراعة عم تحط برنامج كما اطلعت على خاصة موضوع العسل وموضوع الزيتون وموضوع الزراعة عموما وتقوية الزراعة والإنتاج المحلي. هذا الموضوع إن شاء الله بده يكون محل اهتمامنا، فضلا عن النشاط غير الرسمي وغير الحكومي من البلديات واتحادات البلديات ومن جهات البناء ومن المؤسسات المعنية بالموضوع، كلهم في تضافر جهود حتى ندفع باتجاه الاهتمام أكثر وأكثر ونشجع الناس أكثر وأكثر لهكذا نشاطات.